الغاية من هذا الموكب الذي نظم صبيحة يوم العيد بمنطقة الحي المحمدي، وهي مسيرة التهليل والتكبير فرحا بعيد الأضحى المبارك، وكذلك استحضارا لإخواننا وأخواتنا في فلسطين، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية مصيرية للأمة العربية الإسلامية، وهي قضية وطنية للشعب المغربي، وكذلك امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا هذا الموكب أو هذه المسيرة التي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية وتوشيح بالكوفيات والشال الفلسطيني، هو تعبير للمغاربة، ونحن نستحضر هذه الشعيرة، شعيرة العيد الأضحى المبارك، لكن في نفس الوقت نستحضر إخواننا وأخواتنا في فلسطين والمحنة التي يمرون منها، نستحضر الشهداء، الآلاف من الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل هذا الدين ومن أجل القضية الفلسطينية. ويحل هذا العيد بالنصر والتمكين لإخواننا في فلسطين، وبطرد كل الصهاينة من أرض إسرائيل والمعراج. ونسأل الله تعالى الرحمة كما قلنا للشهداء، والفرج للأمة العربية والإسلامية، وللإنسانية جمعاء لهذه الجرثومة، جرثومة الصهاينة.